وعايزك تتفرج على المنظر اللي انا شايفه ده. مش عارف واخد بالك ولا لا، بس مفيش كاميرا هنا. وصلنا لمرحلة ان انت ماسك شاشة في ايدك. النهاردة احنا معانا وحش الجيمينج اللي بينزل مرة واحدة كل سنة، الريد ماجيك 8 برو، النسخة السيلفر من الموبايل المميزة جدا واللي دايما بتنزل متأخر كده كأنها سبيشال اديشن. ممكن يكون ده اول فيديو للنسخة السيلفر من الموبايل، فخلينا كده نعمله انبوكسنج سريع ونشوفه. الفكرة ان احنا معانا شوية حاجات كده كمان، ايه اكسسوارز العاب كده جاية مع الموبايل، هنشوف ايه الحوارات دي كلها نفتحها مع بعض. خلينا نبدأ الاول باللعبة دي عشان عايز افتحها بقالي شوية وماسك نفسي بالعافية لحد ما الفيديو يبدأ. هي متبرشمة زي ما انت شايف كده، فخلينا نفتحها. بسم الله يا حبيبتي. بص عامل ازاي؟ هي مورا، مش عارف اسمها مورا يعني. هي لعبه دميه صغيره كده، مش عارف بصراحه ما فاكريني بنت ولا ايه، بس تمام يعني بحط الكاركتر ده عندي كده، انا بحب احتفظ بالحاجات دي يعني. الحاجه الثانيه بقى يعني كيس لونه بينك كده برضه، انا قلت لك هو فاكريني بنت تقريبا. اوكي ماشي. حاجه كده تتعلق يعني على المكتب تقريبا لنفس الكاركتر يعني، انا ما اعرفوش بصراحه يعني، لو حد يعرف الكاركتر ده اسمه ايه فيكتب لنا برده تحت في الكومنتات يعني لو متابع. بس هي تتحط كده على المكتب يعني، بص شكلها بالشكل ده كده. ماشي ماشي، هديه مقبوله يعني. خلصنا بقى شويه الحاجات الجانبيه، خش بقى على الوحش بتاعنا. العلبه نفسها اصلا شكلها خطر، تحس ان انت هتفتح مفاعل نووي. اوكي، احلى تجربه باكجينج يعني هتشوفها في حياتك بجد. بص عامل ازاي، خلي بالك دي نسخه البيع يعني، اي حد بيشتري موبايل بيجيله بالشكل ده كده، حاجه روشه قوي بصراحه. خلينا نفتحه. اول ما تفتح كده هتلاقي عندك هنا دبوس السيم كاردز وشويه ورق برضو مش هتحتاجه، ومعاك جراب. هو مش سيليكون شفاف، لا هو يعني بلاستيك قوي كده، بس الجراب ده ظهر بس يعني ملوش اي جناب او حاجه. ماشي، ده الموبايل انا مش هوريه لكم دلوقتي، خلينا بس ايه نشوف الشاحن اللي جاي معاه. الشاحن ده شاحن سريع 65 واط، ومعاك كابل شحن لونه احمر كده. خلينا بقى ايه نفتح التحفه الفنيه دي، شكل الموبايل خطير. خلينا نطلعه بس كده. ايه بقى الحلاوه دي؟ لا بجد والله حد يرد عليا ايه الحلاوه والشياكه دي يعني؟ لا لا مش طبيعي. انت شايف يا معلم اللي انا شايفه ولا ايه؟ ظهر شفاف زي ما انت شايف كده، واغلب الحاجات باينه من تحت. عندك هنا مروحه بتنور ار جي بي، هنجربها دلوقتي. الكتابه اصلا اللي عليه دي كلها بتنور ار جي بي. شكل الموبايل خطير، تحفه فنيه. بجد والله حاجه كده ايه، تحطها عندك في البيت وتقعد تتفرج عليها حرفيا. ده بجد والله من كتر ما الموبايل شياكه يعني. يا جماعه ايه الديزاين ده بجد؟ حد يرد عليا. اللون السيلفر اصلا من الموبايل ده زي ما انت شايف كده خطير. اللون الاسود بيبقى مش مبين الحاجات التفاصيل اللي جوه دي، فاهم؟ فاللون الابيض بجد مبهر، مبهر جدا. والكاميرات سيمتريه كده في النص تحت بعض، ثلاث كاميرات. الموبايل بقى ظهره من الازاز شفاف زي ما انت شايف كده، حواف من الالومنيوم القوي قوي يعني. انا عايز اقول لك الموبايل تقيل يا جدعان، والموبايل محمل كده قوي معاك، فاهم يعني؟ لو حاولت تعمل فيه اي حاجه مفيش فرصه اصلا. موبايل قوي جدا. على الجنب هنا انت عندك تريجرز طبعا عشان تلعب بيهم، كانك حرفيا ماسك دراع بلاي ستيشن يعني. والزرار الاحمر اللي ملمسه مختلف عن جسم الموبايل، ده اللي بتفتح منه الجيمنج مود. وعندك زرار الباور، عندك فتحات تهويه للمروحه يا معلم، لان انت اول ما تشغل مروحه هنشغلها دلوقتي هتلاقي صواريخ بقى بيطير. وجامد، حاطين مدخل 3.5 مللي للسماعه، فاهمين الجيمرز عايزين ايه. والناحيه الثانيه كمان فتحه للمروحه، وده زرار الفوليوم. شاحن تايب سي، الموبايل بيركبه شريحتين اتصال بس، مفيش مكان لكارت ميموري، واصلا مش هتحتاج كارت ميموري ان الموبايل ده النسخ اللي بتنزل منه نسخ عاليه قوي، 512 256. بمناسبه التحفه الفنيه اللي انت شايفها دي، هسالك سؤال واضح وصريع، عملت لايك للفيديو برجوله؟ برجوله كده ضغطت لايك رايق على الفيديو، عرفت يوتيوب ان الفيديو عاجبك؟ ما عملتش كده يبقى انا زعلان منك جدا بقى فوق ما تتخيل. موبايل تحفه فنيه زي ده، جايب لك نسخه السيلفر وبتاع واول ظهور ليها، اعمل لايك للفيديو رايق، واعمل سبسكرايب لو لسه مش عامل سبسكرايب، وانضم لينا عشان في جيف اوي انا هعلن عنها في الفيديو ده في اخره، فاتفرج للاخر عشان تعرف الجيف اوي على ايه. وبس خلاص كمل باقي الفيديو يا معلم. احنا النسخه اللي معانا النهارده دي هي نسخه 16 جيجا بايت وبذاكره داخليه 512، نص تيرا يا معلم في الموبايل ده، انت مش هتحتاج اصلا ميموري كارد يعني. وخلينا بقى ايه نفتح الموبايل كده، وعايزك تتفرج على المنظر اللي انا شايفه ده. مش عارف واخد بالك ولا لا، بس مفيش كاميرا هنا. وصلنا لمرحله ان انت ماسك شاشه في ايدك. بص الحواف مش موجوده اساسا، وطبعا مفيش كاميرا هنا، احساس مريح قوي، مفيش بقى نوتش، مفيش اي حاجه، تكنولوجيا رهيبه طبعا ان الكاميرا تبقى تحت الشاشه. خلينا نجرب الحاجات الروشه اللي في الموبايل ده عشان انا بحب العب بالحاجات دي جدا بصراحه. اول حاجه كده خلينا نفتح المروحه. بص كده اول ما ادوس على الزرار ده ايه اللي هيحصل دلوقتي، انت واخد بالك؟ عارف خلاص هو اشتغلت المروحه يا معلم، وعايزك تسمع كده، ده صوت المروحه بتاعت الموبايل. في مراوح شغاله جوه، بيبرد لك الموبايل يا باشا، ده موبايل جيمنج فاهم، خلاص بيقول لك يا باشا العب عليا، الموبايل ما بيسخنش، انا عندي مراوح جوه. حاجه رهيبه والله بجد. واصلا فكره بقى الصوت اللي بيحصل مع المروحه ده، انت شاري بي ام دبليو مش شاري موبايل فاهم، وتقدر تغير بقى النغمه دي كمان يعني. بص كده انت مش معاك موبايل عادي، انت داخل حرب حرفيا. وكده انت شغال بقى يا معلم المروحه هنا اهي، والمروحه ار جي بي زي ما انت شايف، وحاجه يعني قمه في الروشانه والصياعه. زي ما قلت لك بقى الكلام اللي هنا ده اصلا ار جي بي، ممكن نشغله من هنا اصلا ثواني. فلنا بقى النور، وعايزك تتفرج على الظهر الار جي بي اللي بينور الالوان اللي انت عايزها. بص كده الاخضر ده مثلا، اللون الازرق، بص كده
انت عندك ظهر شفاف، اضاءات ار جي بي، كاميرا مختفيه تحت الشاشه، حاجات يعني مش موجوده في اي موبايل تاني اصلا. ده مبدئيا كده يعني. الشاشه زي ما انت شايف هنا حجمها كبير قوي، شاشه 6.8 انش، مناسبه قوي للالعاب وانك تتفرج على افلام وكده. عايز اقول لك الشاشه دي يا معلم هي شاشه اموليد، ممكن تكون من احلى الشاشات اللي ممكن تجربها في حياتك فعلا. شاشه الوانها رهيبه بجد، عاملين لك شاشه تتبسط بيها وانت بتلعب فعلا، تبقى مستمتع. الوان متشبعه قوي، سواء كنت بتلعب مثلا او انك بتتفرج على بقى فيديوهات مسلسلات الحاجات دي. والشاشه هنا طبعا بريفريش ريت 120 هرتز، شاشه صاروخ حرفيا. تجربه السكرولنج هنا وكل حاجه خطيره يعني مش طبيعيه فعلا. وده الطبيعي وده المتوقع طبعا، ده موبايل جيمنج فاهم يعني. انا كنت متوقع بصراحه انك هتبقى شاشه مثلا 165 هرتز ولا حاجه، ولكن برضه ستيل 120 هرتز انت مش عايز اكتر من كده دلوقتي. خلينا بقى نفتح الزرار السري اللي هنا ده عشان ايه، نفتح الجيمنج مود ونشوف الكلام بيقول ايه. جاهزين؟ تلاقي الموبايل بيتحول دلوقتي. 1 2 3 جامد. بيحسسك ان هو بيخش في جو الجيمنج بقى، وان انت راجل جيمر جدا فاهم. طبعا بيختار لك من هنا الالعاب اللي عندك اللي عايز تلعبها. خلينا نوطي صوته بس شويه عشان الموبايل هنا سماعاته ستيريو وصوت محيطي متجسم، يعني ممكن يكون احلى صوت سماعات انا سمعته فعلا الفتره الاخيره. تقدر تعتمد على السبيكرز هنا انك تلعب من غير ما تلبس سماعات، صوت فعلا محيطي لدرجه انك تقدر تحدد مثلا الرجل اللي بتجري دي مثلا لو حد بيجري جنبك من اليمين هنا ولا من هنا او من الشمال هنا او من هنا وهكذا. تجربه صوتيه هنا ممتازه. تقدر هنا تتحكم في كل حاجه وانت بتلعب، بمعنى تقدر تتحكم في سرعه الانترنت اللي واصل، تقدر تتحكم في الاضاءه، هل توطى وانت بتلعب او تعلى وهكذا، تمنع ان يجي لك اي مكالمه او نوتيفيكيشن مثلا، وحتى تقدر تمنع ان الموبايل يلقط منك مثلا لمسه بالغلط ولا حاجه، يعني مثلا ماسك الموبايل كده وطرف صبعك جه على طرف الشاشه هنا ولا حاجه، تقدر تمنع الحاجات دي، تقول الموبايل يفهمك ان انت هتلعب دلوقتي فلازم صباعك هو اللي يبقى دايس مش طرف صباعك فاهم. الحاجات الصغيره دي بقى هي اللي بتفرق مع الجيمرز جدا جدا فوق ما تتخيل. وتقدر تتحكم بقى في كل حاجه، بص عندك كميه تحكمات مش طبيعيه، كانك فعلا شاري مثلا بلاي ستيشن ولا جهاز للالعاب. المهم تعال نفتح ببجي كده. بما اننا هنلعب دلوقتي فلازم تبقى عارف ان المعالج الموجود هنا هو اقوى معالج في العالم، السناب دراجون 8 جن 2، معالج متقيف على الموبايل هنا، معالج متظبط عليه، مدعوم في الالعاب هنا. عايز اقول لك ان المعالج ده بيلعب هنا على سيتنجز اعلى من اي موبايل تاني، معرفش ازاي هم مظبطينها مع كوالكم بقى ولا ايه، بس هم عملوها. فانت هنا لما تيجي تلعب عندك اوبشن السموز وفريم ريت 90 او اتش دي ار وفريم ريت اكستريم او الترا اتش دي، ممكن تلعب عليها عادي بس هي مش مدعومه في الجيم. بس ايا يكن المعالج ده ما لعبش على 90 فريم في اي موبايل تاني، حتى الاس 23 الترا لما جربناه، حتى الشاومي 13 برو وال 13، الموبايلات دي مش بتلعب على 90 فريم. الموبايل ده هنا مدعومه فيه. ازاي بقى؟ دي سياسات شركات ما اعرفش. بس احنا هنلعب على اوبشن 90 فريم طبعا، ما ينفعش يبقى موجود ما نلعبش عليه، عشان بقى هتاخد نعومه غريبه وانت بتلعب. احنا بدانا الجيم طبعا، خلينا بس ايه نظبط كده للدنيا. انا بالنسبه لي ظبطت التريجرز هنا على ان هم يضربوا نار تمام، سواء اليمين او الشمال. التريجرز عايز اقول لك بقى ان هي هنا فيها فيدباك كده بيهز الموبايل مع كل ضغطه، عشان تحس ان انت حرفيا كانك ماسك دراع بلاي ستيشن، ونفس الفايبريشن بالظبط اللي بتحسه وانت بتلعب مثلا فيفا او حاجه، يعني احساس كده غريب مش هيعرفه غير اللي ماسك دراع بلاي ستيشن وبيلعب عليه عادي. قشطه انا ظبطتهم عموما، ويلا نخش الجيم. تمام انا اتقتلت طبعا عشان مش واخد على التريجرز، بس قشطه مثلا كده بس دي. طيب كلها دي والله. اوف شفت التريكرز مفيدة في ايه بقى؟ سلام عليكم. اي ماشي تمام. لا بس تجربة اللعبة هنا خطيرة يا جدعان، يعني ممكن يكون ده أحسن موبايل ممكن تلعب عليه في حياتك يعني. اوف طب بص والله طب أدائي والله اتحسن في اللعبة يا جدعان. اوف ده معاه جروزة، هات الجروز دي كده خليها تخرتق دماغه. الواد مات اصلا. لا 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 حس اهو اهو مش محتاجه خلاص، هو ده موبايل الجيمرز فاهم. فانت لو مهتم بالجيمنج ده الموبايل بتاعك اللي انت عايزه. وعلى فكره البطاريه هنا بتاعت الموبايل ده هي بطاريه 6000 ملي امبير اور، بطاريه تقعد معاك يومين لو انت ما بتلعبش فاهم، ولو بتلعب فهي هتطول معاك جدا. وفي الشحن السريع انا عايز اقول لك الشحن اللي هنا هو 65 واط، رقم ما يبانش ان هو كبير، ولكن في نقطه مهمه جدا وهي ان البطاريه هنا متقسمه لبطاريتين يا معلم. فانت لما بتيجي توصل موبايلك بالشاحن البطاريتين بيتشحنوا في نفس الوقت، وعشان كده الموبايل بيشحن معاك اسرع جدا وتقريبا من 0% في 45 دقيقة. دي نقطة مهمة جدا لازم تعرفها. خلينا نوصل الموبايل على الشاحن اصلا كده وتشوف الانيميشن اللي بيعمله. ابص كده يا معلم الانيميشن اللي بيعمله ده. طبعا شاحن سريع زي ما قلت لك وبتاع، والفكرة بقى ان الموبايل ده بيشحن من 0% في 45 دقيقة، وده طبعا كله بفضل ان الموبايل هنا مقسوم لبطاريتين زي ما قلت لك. البصمة هنا موجودة تحت الشاشة طبعا، وزي ما انت شايف كده هي بصمة سريعة جدا. موبايل للشباب بقى فاهم، موبايل للجيمرز، موبايل سريع جدا في كل اعماله. ولكن بص مكان البصمة غريب، فانا اصلا بغلط بيها. يعني بص كده المفروض المتوقع مكان البصمة يبقى تحت شوية، مكان البصمة هنا فوق.
وصغير كده شويه فممكن تتلخبط شويه انت بتعمل، بس مجرد ما تحط ايدك على السنسور صح بيفتح معاك بسرعه. وعندك هنا بقى فيس ريكوجنيشن ممتاز، يعني عايز اقول لك اسرع ما يكون. سيبك بقى من البصمه وبتاع، انت مجرد بص كده، انا قافل الموبايل دلوقتي ماشي، بص اول ما بص له خلاص فتح اصلا تاني، بس خلاص بص اهو تيك فتح. يعني الفيس ريكوجنيشن هنا انا معتمد عليه اكتر اصلا من البصمه كمان. وانت بتشحن موبايلك هنا بقى بيديك اوبشن جامد قوي عجبني، وهو ان الموبايل ذكي، بيقول لك يا معلم انت لو شغلت المروحه وانت بتشحن الموبايل ده هيكون احسن من حيث البطاريه ومن حيث ان الموبايل يشحن اسرع. ودي حقيقه، الموبايل لما بيسخن ده هياثر عليه وهو بيشحن وهياثر على البطاريه نفسها على عمرها. ففكره ان الموبايل يكون فيه مروحه قويه بالشكل ده وفتحتين تهويه وبتاع، دي حاجه مهمه جدا في الشحن طبعا، وانت بتلعب كمان على الموبايل عشان اداؤه ما يقلش انت بتلعب. الموبايل هنا فعلا ما بيسخنش، انا عايز اقول لك طول ما انا بلعب عليه وشغل المروحه مفيش سخونيه اساسا بتحصل. الموبايل جاي بثلاث كاميرات في الدار، الكاميرا الرئيسيه الوايد 50 ميجا بكسل فاتحه العدسه f1.9، الكاميرا الثانيه الترا وايد 8 ميجا بكسل فاتحه العدسه f2.2، واخر كاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل فاتحه العدسه بتاعتها f2.4. والمفروض ان ده موبايل جيمنج، بس اهتمام الشركه هنا بالكاميرا الخلفيه عجبني جدا فوق ما تتخيل. الكاميرا طبعا مش منافسه للموبايلات اللي في سعره كده كده، لان ده مش موبايل للتصوير اصلا، موبايل موجه للجيمنج فقط، وهو ادى الغرض ده جدا فوق ما تتخيل. بس اهتمامهم بالكاميرا طبعا دي حاجه كويسه جدا، الكاميرا الخلفيه هنا تقدر تعتمد عليها جدا في الصور. خلينا بس نبص كده على الصور اللي انا صورتها بالموبايل ده، بص كده على الصوره طالعه من الموبايل عامله ازاي، خطيره. لما بتزوم اصلا بص التفاصيل موجوده في الصوره، بص اصلا العزل عامل ازاي، شوف محدد اطراف الصوابع ازاي والسماعه وبتاع، حاجه خطيره بصراحه. العزل هنا البورتريه تحفه، والالوان بتاعت الصوره نفسها عاملين معالجه الوان، صور الوانها ممتازه ساتوريتد كده ومتشبعه تحفه. ولكن زي ما قلت لك دي مش نقطه قوته، بس ان هم مهتمين بده دي حاجه خطيره. وكمان الموبايل هنا بيصور معاك فيديوهات لحد 8K، تقدر تصور 4K على الموبايل ده، 1080، كل الاوبشنز معاك. فالكاميرا الخلفيه بصراحه انا عجباني قوي فوق ما تتخيل. الكاميرا الاماميه بقى هي اللي كارثه بكل ما تعنيه الكلمه، كاميرا اماميه هنا حته ثانيه. حته ثانيه تحت في الارض ضايعه والله بجد، انا بكلمك بامانه بقى. الناس والله عملوا اللي عليهم واهتموا بكل شيء في الموبايل الا الكاميرا الاماميه. طبعا هم يعني الحركه اللي عملوها دي ان هم نزلوها تحت الشاشه، فالكاميرا تحت هنا يا معلم، فلك ان تتخيل ان في شاشه قدامها، فالكاميرا مش منها لوشك يعني، لا في طبقه كده ما بين الكاميرا ووشك، فالكاميرا فعلا تحسها منغبشه كده يعني، عليها بلير كده يعني. بص كاميرا مش تمام، بص المنظر عامل ازاي، بص يا معلم عايزك بس تشوف الكاميرا اللي فوق كده، ايه ده كاميرا بايظه يعني، بص انا وشي غريب جدا، عارف تحس ان الكاميرا عليها مثلا تراب او عليها حاجه عايز تتمسح، فاهم؟ ده طبعا بديهي لان الكاميرا تحت الشاشه. يعني للمعلومات فهي الكاميرا هنا 16 ميجا بكسل فتحه العدسه بتاعتها f2.0. خليني بقى اتصور واقول لك برده على حاجه عجبتني بصراحه لما خدت صور بالموبايل ده، ان انت لما تتصور بالموبايل الموبايل فاهم ان الكاميرا تحت الشاشه وعارف العيوب اللي هتطلع في الصوره، فبيعالجها بالسوفت وير، فاهم حاجه؟ بمعنى ان الشركه عارفه ان الصوره هتبقى منغبشه كده وبليري سنه ومش شارب والوانها مش احسن حاجه، فالسوفت وير متظبط على ان اول ما الصوره تتاخد يبدا يعالج ده. عشان كده دايما هتلاقي الصور لما تتاخد كويسه الى حد ما، زي ما انت شايف كده، هي طبعا سيئه بالنسبه لاي موبايل في سعره، سيئه حرفيا، ولكن انا بتكلم على ان الصور لما بتتاخد بتبقى احسن كتير جدا عن الفيور مود اللي هو في الكاميرا هنا، فاهم؟ بص هنا الصوره تحسها كارثه، اول ما تفتح الصوره يا معلم لا تلاقي ان الدنيا شارب هي لحد ما وبتاع، بس كل حاجه معموله بالسوفت وير. متوفر من الموبايل ثلاث نسخ، عندك لون اسود تماما من الموبايل، لون مش شفاف اسود عادي جدا، دي نسخه 12256 وسعرها $649. النسخه اللي بعدها هي نسخه شفافه بس لونها اسود برضه، والنسخه دي 16 جيجا بايت و512 ذاكره انترنال وسعرها $800. وعندك النسخه الجديده اللي معانا النهارده، النسخه اللي بيسموها جايه من التيتانيوم، لونها ابيض زي ما انت شايف وشفافه كده، نسخه شيك قوي من الموبايل ده، يمكن هي دي اكتر حاجه عجباني في الموبايل فعلا بجد، احلى من اللون الاسود، احلى من اللون الاسود الشفاف. النسخه دي برده 16256 وسعرها $800. $800 بكل الامكانيات دي، بالتريجرز، بالتبريد، بالكولينج سيستم المروحه اللي جوه دي وصوتها والار جي بي والحاجات دي كلها والار جي بي هات اللي موجوده في ظهر الموبايل ده، مع فكره ان انت عندك شاشه كامله بالشكل ده، شاشه كبيره جدا زي ما انت شايف كده، دي حاجات مش موجوده في اي موبايل تاني. فكره التريجرز بالهابتك فيدباك اللي موجوده فيها بجد خطيره يا جماعه، بجد الحاجات دي انت مش هتحسها غير لما تمسك الموبايل بنفسك كده وتجربها، مع طبعا ديزاين الموبايل اللي مفيش زيه بقى خلاص يعني، ده اروش حاجه ممكن تمسكها في حياتك يعني. شكل المروحه، كاميرا الخلفيه المهتمين بيها في الموبايل جدا، الديسبلاي نفسها، الوان الشاشه، الحاجات دي، كل الحاجات دي بسعر $800 انا شايف ان دي صفقه مثاليه لاي واحد جيمر، اي واحد مهتم بالالعاب جدا ومش مهتم بالكاميرا السيلفي دي اساسي. فانت لو مش مهتم بالكاميرا السيلفي الموبايل ده ممتاز جدا، اسرع موبايل حرفيا ممكن تجربه، واقوى موبايل في نفس الوقت، تحمل عليه عادي تشحنه في اي وقت وتشغل المروحه، الموبايل مش هياثر على عمره، تلعب لفترات كبيره تقدر عادي تلعب. طبعا لينك شراء الموبايل ده بنفس السعر موجود تحت في الديسكربشن دلوقتي حالا، لو مهتم انك تشتريه فاشتريه دلوقتي من اللينك ده. وعايز اقول حاجه يعني بمناسبه الجيف اويز وبتاع، احنا طبعا لسه عاملين جيف اوي قبل كده واعلنا عنها ولسه ما اعلناش الفايز، يعني عندنا دلوقتي جيف اوي ثانيه على سماعه من يو جرين، السماعه التي 3 دي سعرها $160، حوالي 1500 جنيه مصري. السماعه دي عليها جيف اوي سريعه جدا، و
وبسيطه جدا، مش محتاج بقى تروح على انستجرام تعمل فولو ولا اي حاجه ولا الكلام ده. كل اللي انت محتاجه تتاكد انك عامل سبسكرايب على القناه ومفعل جرس الاشعارات اللي هو زرار الجرس، وركز بقى في اللي جاي ده. طول الفيديو اللي انتوا بتشوفوه ده هيتعرض 5 نجوم، 5 نجوم الشكل اللي انت هتشوفه قدامك ده. الشكل ده هيتعرض شكل صغير كده، هيتعرض في 5 اوقات متفرقه في الفيديو، ممكن تلاقيهم مثلا في ثواني ورا بعض، كل 5 دقائق، كل 4 دقائق، ما تعرفش هم متفرقين في الفيديو. اول واحد هيشوف الفيديو ده ويكتب لي كومنت تحت في الفيديو بالتوقيت بالظبط ال5 نجوم، هو ده اللي هيفوز بالجيف اواي. فاول واحد منكم هيكتب ال5 نجوم ظهروا في اوقات قد ايه، بالدقيقه او الثانيه، هو ده اللي هيفوز بالجيف اواي، وهعمل له ريبلاي اقول له ان انت اللي فزت، وهوصلها له بنفسي كمان لو هو في نفس الدوله يعني، ولو بره الدوله عادي هبعتها له بقى شركه شحن. بس هي دي شروط الجيف اواي، الموضوع بسيط خالص يعني، وبصراحه سماعه جامده جدا انا جربتها يعني وقلت لكم عليها. بس كده يا جماعه، شكرا لكم على القناه، وتسيبوا لايك شير سبسكرايب للفيديو، واركن اخر فيديو جديد.